واحد السلام عليكم الدراري وتحياتي لكم واحد واحد ناتخوكم برقادي وديديكاس سبيسيال المغاربة الأحرار دائما وأبدا. قبل ما نبداو في الموضوع ديالنا ديما خصنا نلوحوا واحد النويطة على بنادم. حنا كاملين دابا كنعيشوا في واحد المجتمع مغربي شعيق بشي تلعب مولشي فراسك. كاين واحد النوع كيمشي كينمم فيك ما يقدرش يواجهك فراسو يقول لك في وجهك لعيبات كيمشي كينمم فيك كيخلص عليه واحد 10 دراهم كيبيع راسو ب 10 دراهم قهوه ب 10 دراهم كيخوي المزيويده. شحال من واحد كيقدر يخوي كاع المعلومات اللي عنده كيضربوا اما بالماكله اما بقهوه يخلصوا عليه كيخلصوا عليه كيبدا يعاود 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 يعاود. اما اكثر وكاين واحد الفئه اخرى عاوتاني ديال الدراري كتكون ديزا شي دريه كيبدا يقول لك عرفتي يالي كات كات موت عليا كات كات بغيني كات كات موت عليا كات موت تما على هذا الكلو ولكن لا دازت كيقول لك واو عرفتي يالي سيكسي اش كدير فيه ناري اش كدير ليه هو راه ما عمرو ما شاف اش كدير ولا كتعيش ولا كذا وكيلصق عليها شي حاجه ما كاينش. ما اكثر من النوع كاينين بزاف قسما بالله العلي العظيم كيقول لك كاين اللي كيشوف دريه غاده مع دري واش كيبدا يقول لك وبغاتني انا ما عرفش ليها ما عرفش عرفش هذا النوع هذا كيفاش كيفكروا هذا النوع بعدا بالضبط كيفاش كتفكروا كيفاش كتفكر وكتقول ان ما بغاتني انا كيفاش كتخيل راسك انت باتمان اش كتخيل راسك سبايدرمان ما عرفش بغاتني انا زعما حتى شنو عندك قوه الفحوله زعما تذكر بزاف ولا شنو عندك القبضه شنو زعما ما فهمتش. دريه غدا مع الدري وانت حاضر كتقول بغاتني انا ماك انت شكون انت شكون انت اصلا انت شكون دافك اصلا شكون ولا ديزا وحده كيقول لك واحد كانت كتموت عليا كانت كتموت عليا كانت كتموت عليا تشوفني كتسطع عليا كاينين هاد النوع حق الرب صحاب دوك اللي كيكونوا رايحين في لاطيراس القهوه كيبقى حاضرين الدريات اللي غاديين حاضر مول طوموبيل شرا جديده حدا هذا شرا سبرديله ديزا هذا كيقول ها واو ثاني داز فهمتي الحاضيه واه واه حنا كنعيشوا بواحد المجتمع اقسم لك بالله العظيم يحذوك على ابسط حاجه والموري الموري شي تركبي جديد يحذو لك وسط المكان يقول لك راه ركبتي جديد يعرفوك كيعرفوك اي خطوه ديالك يعرفوها وكيعرفوا لك فراس كاين واحد النوع كيعرف التوقيت ديالك. مثلا كيجي يسولك شي واحد كيقول لك كيكون في الدار هاد الوقيته كيشد المكان بحال هكا كيبدا يشوف فيه خولو كيدير لا لا هاد الوقيته يكون في الدار سير غتلقاه ناعس ولا غتلقاه في القهوه الفلانفلاني كيحط كاع المعلومات باش تعرف حنا راه في دوله فيها الحاضيه بزاف علاش كيقول لك البلاد اللي ما فيها فراده فيها القواله. المهم ما علينا الموضوع ديالنا اخوتي غنهضروا على الموضوع هو شنو هو والاهمال الطبي الاهمال الطبي عشان الاهمال الطبي هو ما عمرش واحد عاشو كيبان ليا كيليميني ماشي عيشو شادشي عرفتي علاش حيت كيليميني كيجي عندهم طبيب خاص بحال داكشي ديال اوروبا داكشي ديال مصر باليزه ديال عادل امام نور شريف كيدق عليهم وكيمشي كيدير لهم الصناطه وكيبدا يدير لهم كيبدا يقول لك حب كيمشي كيجبد لي كاع الخبايا والاسرار ديالهم. خلينا على هادشي اللي كنقول لكم ديال كيليميني انا كندوي لكم على ولاد الشعب سبيطارات كبار اللي كاينين هنا في المغرب سميتو سبيطار كبير 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 في اللاج ولا معرفت كبير في المساحه ولا معرفت شنو ولكن راه ما كاين لا ماتريال ما كاين لا اطباء لا والو. بغيت نعرف واحد القضيه كتمشي صاحبي للطبيب كتقلب كتمشي للسبيطار كتقلب على الطبيب ما كتلقاش الدواء فينا والله اعلم. واش السبيطار كيقول لك سبيطار كبير وفي طبيب واحد وداك الطبيب واحد ما كاينش كاين السيكيريتي اللي كيدوز لك ولا السيكيريتي طبيب عمري شفت انا السيكيريتي كيفهم في هادشي ديال الطب كتجي عندو كيقول لك شنو دارك كتقولي صدرك كيقول لك اجي نديك الاشعه كيقلب لك ولا السيكوريتي كيدير الدور ديال الطبيب ودير الفرمليات في العباد. اما الفرمليات بلا ما نعاود لك الفرمليات كتلقى مجمعين في واحد البيرو بحال ريزيدونس مريحين فيها كرواسا تشيبان عما سيدي قهوه حليب اتاي دوينينات بوينينات العباد هما اللي كتلقى ديك الفرمليات بزاف ديال هذوك بحال الشكوى ديال اللبن عندها لي رباك هذيك اللي كانت مراكبه معاك ودارك سيده وحق الرب ضرب لها في بزازله والله ما طرك حاجه ماشي عندها بزازل عندها تدي تدي كبير هذاك الدرع ديال البقر عرفتي ديك الدرع ديال البقر ديال هولندا بحال هكا كامل كتلقى سميتها نوال عواطف ايمان ساره هادو من انواع سميات اللي كيكونوا ديال الفرمليات فهمتيني ولا لا كتلقاها غادا جايه غادا جايه علاش الله اعلم ولا شافوك جابوا لك داركم الحليب وجابوا لك دانون وجابوا لك داكشي اش كيديروا لك كيمشيو لك لبلاصه السيروم كيديروا لك واحد المنوم باش كتضربها بواحد النعسه مع كرك ويهزوا من حداك دانون يهزوا من حداك الحليب ويهزوا من حداك البنينات وتفاحات ديسير هما كيفهموا فهادشي ديال الديسير والتفاح المسوس بنان فهمتي دانون مسوس كذا الى اخره كيهزوا كيديو
كيقسموا المؤونه في الليل. عرفتي في الليل عرفتي الا دخلت لواحد البيت غتصحب راسك داخل سميتو داخل لوزين ديال الحليب، هضانون الحليب التفاح البنان انواع الكيوي انواع انواع داكشي كيقسموه في الليل ملي كيبغيو يمشيو الصباح كل وحده كتهز باليزه ديالها ولا نوال هاكي تيال هاي المعونه ديالك في ايمان فاطمة الزهراء عواطيف هاك الشدي عدد الزياده ديال الشفره ديال الدواء ديلي ملي كيجيب الدوايات اللي خاصهم يتعطاو لولاد الشعب كينوضوه هما كيسرقوهم. غادي تخيل معايا نتحدى شي فرمليه في الدار عندها ما عندهاش فارماسيان، كل فرمليه في الدار عندها فارماسيان، فارماسيان كنقول لك جميع الادويه جميع الدوايات اللي حبيتي في العالم كاينين عند فرمليات. البرا الخيط فاسمات الدواء ديال الحلاقه الدواء ديال المعده الدواء ديال الحزاق الدواء ديال البروده الدواء ديال الكآبه الدواء ديال الحضيه الدواء ديال الحزقه الدواء ديال الفقر عندهم كلشي تمايا فهمتيني. فرمليه الا ما عطيتيهاش ما كنتيش لها حد 1000 ريال ولا 400 مكمشه في يدها ودرتي لها بحال هكا حق الرب العلي العظيم الا مجات حداك وما قادش لك المانطا وما قادش لك العيبات كنقول لك اهمال طبي. الطبيب بغيت نعرف واحد القضيه داك الاطباء فين كيعيشوا فين كيمشيو فين كيمشي اش كيديروا بالضبط اللي ما كيقومش بواحد الخدمه ديالو فين هما دوك اللجنات اللي كيخرجوا كيقلبوا على هادشي العباد. حنا ما عندناش لجنه خاصه كدور في السبيطارات وتبقشش وكاميرات يحدوا من بعيد. علاش ما كاينينش كاميرات؟ كاينين كاميرات ياك، علاش ما ديروش واحد المراقبه مستمره بالكاميرات ياك؟ دابا حنا في زمن العولمه والتكنولوجيا وكذا وهذه والى اخره، علاش دوك الكاميرات ما يخدموش ونحضيو واحد اللجنه تحضيهم من بعيد شوف واش كاين طبيب ولا لا. شحال من وحده ولدت في الجردة ديال السبيطار ما كيخلوهاش تدخل كيتولد في الجردة بقوه الاهمال الطبي. عرفتي فراسك واحد القضيه بحال شي نكته غنعاودها لكم، كتمشي كدوز ولا العيبات كيبقى يقول لك الطبيب ها هو جاي ها هو جاي سيمانه وانت مريح تما في السبيطار ساري تموت نهار على نهار ومكي ها هو جاي ها هو جاي. عرفتي داك الديسك ديال ها هو جاي ها هو جاي ها هو الطبيب جاي ها هو بحال هكا كيضحكوا على الشعب فهمتيني ولا لا. اطباء ولاو كيشدوا كيقراو هنا في المغرب وكيمشيو كيديروا تخصص اوروبا كيبقاو عايشين في اوروبا وحنا كيخلوا لينا الشياطه اللي ما باغينش يخدموا كيبقاو مريحين لهنايا الفرمليات قشاب العيبات كذا عاد زائد الطلوات اللي ضايد في بين الفرمليه وبين المرضى وكذا داكشي اللي كينوض في الليل حنا راه كاملين عارفينه كاملين عارفينه كاملين عارفين اللي ديال معلومات كامله عارفينها يعني بلا ما بنادم يبقى يدرك خيط به كيقول لك درك الشمس بالغربان كلشي معلومات عارفين على فرملية اللي كيوقع داكشي اللي كيوقع في الليل طلوات ديال بصح على المرضى الدريات اللي كيجيو في الليل مضروبات ولا كذا لا سخفانه ولا كذا الفرملية اش كيوقع معاهم ولا كذا هادشي راه كاملين عارفينه زائد السرقه ديال الادويه كامله مسروقه ولعابه. بغيت نعرف انا واحد القضيه علاش ما كايناش شي لجنه تخرج كتقلب على هادشي ولا كاميرات كما قلت لكم تراقب هاد الناس حيت كون كانت كتراقب كانت غتشوف ما كناش غنجيو الاهمال الطبي حيت ولاد الشعب دابا حق الله العظيم الله اللي معانا وصافي حنايا كون كنا كنمرضوا شي مرض خيب الله يحفظ الله اللي نجينا الله اللي كينجينا فهمتيني ولا الله نجينا. عرفتي كون كنا كنمرضوا شي مرض خيب ولا شي حاجه راه كنا غنموتوا كون واقعيين. شوف شحال من واحد ما ماتش موتة الله مات بالاهمال مات بخطا طبي فهمتيني. حتى الاطباء ما يمكنش يتعاقب يقول لك حقا اللي جينا كل طبيب يقتل واحد بخطا طبي نشدوه وما يقعدنا حتى طبيب اي حنا متفقين معاكم ولكن اخويا راه الاهمال الطبي منين كيجي واش انسان كيجي مبوق طبيب مبوق كينسافك فاس ما ينسافك موس ينسافك مقص يقدر ينسافك الشاب العربي يخشي لك ويخيط عليه ويزيد ما كاينش يا صاحبي مراقبه. دابا راه وليتي الا بغيتي تمشي دير عمليه صاحبي بغيتي دير عمليه بغيتي دير عمليه في هذا الوقت خاصك دي معك واحد من العائله ديالك ويبقاو داكشي كيتسجلوا بكاميرا والعباد حتى تقدر الله يحفظ الله يحفظ. دابا راه كيت بعض المرات كتمشي كيقول لك عندك مريض بكذا وكذا وانت راه ما مريضش كيمشيو كيحيدوك اعضاء ديالك. شحال من واحد حيدوا ليه كلوه شحال من واحد حيدوا ليه كلوه شحال من واحد واش غتكذبوا غتقول لي هادشي ما كاينش كاين. شحال من طبيب كتمشي عندو ما كيكونش عارف حتى التخصص ديالو والعيبات انت ما اصلا ما مريضش كيقول لك عندك حجره في الكلاوي وانت ما عندكش حجره في الكلاوي كاين اللي كداوى باللايزر هو كيقول لك خاصها عمليه كاين اطباء ما عندهمش هذيك العيبه ديال انك انت عندهمش انسانيه ما عندهمش الدين ديالنا والاسلام كذا ويحن فيك كيعرف غير العمليه العمليه العمليه. شوف طبيب يمشي كيحضر العمليه علاش حيت العمليه غيجي غيضرب فلوس صحيحه حيت العمليه حنا راه في المغرب راه معروف علينا بشحال من 6000 درهم 7000 درهم والمليون وزيد قدام كيقول لك العمليه واش لو باغا يشرقك والفرمليه شاده بحال هكا دايرين كمامات بحال مالينوات وبقاو يقلبوا فيك ويجبدوا اجبد الله اعلم مش كيجبد الله اعلم حتى كتجي تحيد الحجر في الكلاوي حتى كتولي محيد الكلاوي كامل محيد القلب كامل محيد كلشي ما
ما كاينش حنا شوف ما كاينش مراقبه، ما عندناش انسانيه. لاحظوا معايا واحد القضيه، الا مشيتي غير دابا انت مريض مثلا خاصك عمليه ب 19 مليون 20 مليون، مشيتي لاوروبا وطحتي تما جات لومبينوس هزاتك، دوزوا لك داروك سكانير لعيبات كيقلبوا كيلقاو عندك عمليه خاصك ديرها ب 19 مليون 20 مليون ديال القلب مثلا وكذا، والله ما كيقولوا لك جيب فلوس، والله ما كيسولوك، كيديروك عمليه عاد كيبداو يديروا معاك مراقبه، عاد كيقول لك واش عندك لا ميتيال واش خدام ولا ما خدام باش تخلص هذه العمليه. تخيل مع الناس مواصلين، فهمتيني؟ الناس عندهم انسانيه كيشوفوش كاف هنا. لا حنا كيقول لك دوله الاسلام، حنا مغاربه، حنا يا كذا. شوف النفاق هذا كيتسمى نفاق خويا، راه ما كاينش مراقبه، ما كاينش اخويا اللي كيحنفك، ما كاينش لا طحتي الطبيب يعقل عليك. شوف الفرمليات اش كيديروا في دانون، واش كيديروا في البنان والتفاح واللعيبات اللي طاحوا ليه، شوف اش كيديروا عليه، شوف اش كيديروا عليه. فما بالك اخي طبيب كيفاش غيتعامل معاك في المغرب؟ انا ما كنعطيكش كلشي، ولكن البعض ما كيخدموش. اما سبيطار عمومي ماشي بحال سبيطار خاص، سبيطار خاص راه تمشي عندك فلوسك كتحط غتدخل الدواء في احسن بلاصه، يطلقوا لك الواي فاي، التلفازه، الطواليت ديالك، الدوج ديالك، الفرمليه غدا جايه، فانت ميناج دوز بفا الرغبه قريب قريب، كلشي دايز خدامين معاك دارين ميا، حاطين لك سيكيريتي حدا راسك، فهمتيني؟ حاضينك كتحط كتبقى كلينيك اونفاس مع البحر ولا اونفاس مع الطبيعه، حيت عندك فلوس. واحد ما عندوش مقوده عليه، ولا الشعب راه كيعيشوا هاد المعاناه ديال بصح، كيمشي للسبيطار كيتلاح في واحد البياص، وداك البياص فيه الدمايات، وداك الدمايات اللي كيقول لك حنا اللي كيقول لك التوعيه اجي نوعيو بنادم ان السيده كتنتشر عبر الدم وكذا وهذه وهذه، هذاك الشيء راه ما كاينش. ملي كتمشي كتلقى بياص فيه الدم وبرا كيعاودوا يخيطوا بها، برا كيعاودوا يخيطوا بها انت، حضرت لي انا بعيني شفت هذا الشيء. مش كل كيلاق ليهم واش الشماكريه، كيخافوا من الشماكريه، كيجي واحد كيبيهرس الجهه با 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 انا هادي كلشي يجري، كلشي كيخدم مع السيكيريتي الطبيب الفرمليات يجري، وكلشي كيبدا يجري، يبداو يوجدوا لي في السكانيرات، يوجدوا لي في الراديوات، راه هنا لا دوز من هنا، راه لا فلان، وخيطوا لي بالبره جديده، ويخيطوا لي بشويه عليه والبنج وكذا، ويجبدوا لي يجبدوا لي البنان والتفاح وداك دانو لي شافرين، ويقول لي كولا فلان بالفركلان. هادشي راه حضرنا ليه مباشره، علاش كيخافوا من الشماكريه؟ فهمتي؟ حنا دولة، حنايا قنس كامولي لما تحكش ما كيعطيش الريحة بالرجولة، والله إلا قنس كامولي كاين شي وحدين كيخافوا ما يحشموا، كيخافوا ما يحشموا، كيخافوا من هاد الشماكرية، لهذا ما عندهمش الإنسانية، وما كيبغيوش اللي يدو معاهم بالآداب والصواب والعباد. حنا السبيطار، هنا السبيطارات هادي رسالة للناس كبار في البلاد، ورسالة للناس اللي حاكمين البلاد وداكشي، خاصهم يعرفوا واحد القضية، أن السبيطارات هادو اللي كاينين هنا راه خاصهم مراقبة، وخاص الناس تجي تشوف بعينيها باش تأكد. الناس في الجرا دي كتولد، الناس في الجرا دي ما كاين لا ماتريال لا طواليطات يحمر الوجع، تدخل الطواليطات حق الرب العالي، يعني شي مرات تكون حاملة واحد الدري، قوت هذيك الريحه اللي كاينه في الطواليطات، ما كاينش داك سميتو النظافه، ما كاينش ماتريال، ما كاينش هذيك شادك بطاقه الرميد اللي كيقول لك بطاقه الرميد جي دوز بها، اقسم لك بالله العظيم هذيك بطاقه راك ديرها بالبسطام كتقل عليك البسطام وصافي، راه ما كدير والو، راه ما كدير والو. عندك صحاب راه ملي كتمشي كتبغى تدوز كيقول لك شد رونديفو، رونديفو انت مثلا ما غدير عمليه على يدك مثلا مهرس خاصك ديرها في البلاصه ياك، كيقول لك لا شد رونديفو من هنا شهر خلي يدك عوجه تعواج دين موت صاحب وحده عاد نديرو لك رونديفو عاد ندوزو كالطبيب. شي هذيك القضيه ديال بطاقه الرميد حبر مكتوب على ورق، ما كاين حتى شي حاجه منها، باش نوضح للناس باش يعرفوا بطاقه الرميد راه ما كتستافد منها حتى شي خريه، راه ما عندها باش تقدم لك ولا تاخر لك، واخا دير لي درتي. شوف الشهادة اللي خدامة هي شهادة الفلوس، الماني فلوس الزرقاء لا هي اللي كتشهد لك، أما داكشي اللي كنقول لكم دابا حبر على ورق، كتبقاو تهضروا على والو، صافي. دابا إلا بغيتي تمشي واحد تما مضروب ما والو، تمشي عند الطبيب تقول لي بغيت نصوب شهادة طبية أنني مضروب، كيدير لك شهادة طبية أنك مضروب، بالتجربة، سير عنده دابا قول لي خويا ضربني واحد ولا كذا، وتما مضروبش، قول لي يقول لك فين مضروب، تقول لي عيني، وهي ما عينك ما مضروبش فيها، مضروب في راسي كذا وكيقيد، علاش؟ حيت عمر اللي كيدوي فلوس كتحطهم لي في البيرو 1500 ولا 2000 درهم كتقول لك على قيد ليا واحد شهاده طبيه مهوره في البلاصه كيعمر ايفيكاس يدير لك الدوايات ويدير لك يقدر يركبوا لك القبص بالزربه فلوس اللي كدوي في العالم يدور على المال فلا داعي تبقاو تقولوا لي ديما كاينش هادشي كلشي كاين حنا راه ولاد الشعب وكنعيشوا مع ولاد الشعب تحياتي لولاد الشعب انا هادشي اللي قلت لكم راه وصلت لكم رساله وانتم كملوا من عندكم وتحياتي لكم الدراري